احتفاء بالقيم الثقافية المشتركة المغربية اللبنانية وتقديرا للفن والإبداع، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، احتضن مقر إقامة سفير لبنان بالمغرب السيد زياد عطالله أمسية ثقافية أحياها الشاعر والأديب اللبناني بشار السبعلي، وذلك بحضور سفراء عدد من الدول العربية وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب. لقاء مع الأحبة، أصحاب السعادة السفراء والأصدقاء المغاربة وأبناء الجالية اللبنانية، وقد مر فترة طويلة يعني لم نلتقي بهم بسبب أوضاع الجائحة. الهدف الأساسي هو جمع الشعبين المغربي واللبناني في بوتقة الشعر في اللغة العربية الفصحى، في العادات، في التقاليد، في التاريخ الذي يجمعنا. إحياء هذه السهرة الرمضانية يتوخى نقل قيم التبصر والتأمل في الروحانيات والوجدانيات العميقة من أجل إحياء وتكريس المفاهيم والقيم المشتركة المغربية اللبنانية.